حدثنا القعنبي عن مالك أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إن المصلي ليصلي ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. نعم، هذا الكلام الذي قاله يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى الإمام الجليل، وهو من أجل شيوخ الإمام مالك، وسيأتينا في يوم الحديث عن شيوخ مالك والقواعد في ضبطهم، أنه يقول إن المصلي ليصلي ولما فاته من وقتها أعظم وأفضل من أهله وماله. هذه تشمل صورتين، صورة فيها إثم وصورة لا إثم فيها. فأما الصورة التي فيها إثم فهي أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، بل إن من أهل العلم من يقول إن الصلاة إذا أخرت حتى خرج وقتها من غير عذر لم تقبل صلاته، ويستدلون على ذلك بحديث أبي بكر في البخاري تعليقا: إن لله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار، وإن له عبادة في النهار لا يقبلها في الليل. النوع الثاني الذي يأثم بتأخير الصلاة من أخر صلاة إلى وقت الاضطرار من غير عذر، فإن الصلاة تكون أداء ومقبولة ولا تدخل في النزاع الذي أوردته قبل قليل، ولكنه يأثم لتأخير الصلاة لتأخيرها لوقت الضرورة من غير عذر. والأوقات التي لها وقت ضرورة وقتان: العصر والعشاء فقط. الأمر الثاني أن يكون الذي فاته لا إثم في تأخيره، وهو أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وقت الاختيار. وأهل العلم يقولون إن كل الصلوات الأفضل صلاتها في أول وقتها إلا صلاة العشاء، فيستحب تأخيرها لآخر وقت أفضليتها وهو الثلث الأول من الليل. والوقت الثاني وقت الظهر، فيستحب تأخيرها في شدة الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالهاجرة فإن شدة الحر من فيح جهنم.